السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد البناية تم بناؤها في وسط العاصمة بالقرب من البريد المركزي، وهذه البناية كان فيها بناية من قبل، وهو المفروض هذه البناية هي تحتوي على مركز تجاري وسكنات. لاحظ هنا البناية، لكن عندما شفت أنا التصميم تاع البناية هذا لا يحترم النمط العمراني العام تاع مدينة الجزائر، وهذا يعني انتهاك لحرمة النمط العمراني الهندسي تاع الجزائر، الستيل الأوسمانية تاع مدينة الجزائر. المفروض الدولة تفرض على المهندسين أن يستعملوا نمط نتاع الأوسمانية داخل مدينة الجزائر. السلام عليكم.